استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة اليوم بالقصر الرئاسي في قرطاج أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية العرب بمناسبة انعقاد الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث رحب فخامة الرئيس التونسي بوزراء الداخلية العرب منوها إلى أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك. وقد ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، والذي عقد برئاسة سعادة الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد الثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر الشقيقة، والذي تسلم رئاسة الدورة من معالي اللواء زياد هب الريح وزير الداخلية لدولة فلسطين الشقيقة رئيس الدورة السابقة. وخلال جلسة العمل ألقى معالي وزير الداخلية كلمة مملكة البحرين. يطيب لي في مستهل كلمتي أن أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير لسيادة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة على تفضل سيادته بالرعاية الكريمة لافتتاح أعمال هذه الدورة، كما أتوجه بالشكر إلى معالي الأخ اللواء زياد هب الريح وزير داخلية دولة فلسطين الشقيقة على ما قام به من جهود مشكورة خلال ترأسه للدورة السابقة للمجلس، معرباً عن شكري لمعالي الأخ الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس وكافة العاملين بالأمانة العامة على جهودهم الطيبة في الإعداد والتحضير لعقد هذا الاجتماع. أصحاب السمو والمعالي والسعادة السادة الحضور، إن مجلس وزراء الداخلية العرب يعد اليوم الفرصة السانحة لتقييم الأوضاع وتحديد المخاطر والتحديات الأمنية، وإن اجتماعنا هذا يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها عالمنا العربي، مما يدفعنا إلى مزيد من التشاور وتبادل الآراء التي تهدف إلى تقوية جبهتنا الأمنية العربية والنأي بها عن أجواء اللا أمن، ترسيخاً للشعور بالطمأنينة والأمان، وهي الغاية التي يتطلع إليها كل مواطن عربي. وإني أنتهز هذا اللقاء المبارك لكي أتحدث إليكم أيها الأخوة الأعزاء بمنظور واقعي حول الظروف المحيطة بنا، ومنها الخطر الصامت الذي يحاول غزو ومداهمة هويتنا العربية ومقاصدها بمتغيرات فكرية سلبية دخيلة غايتها عزل الأمة عن ثوابتها وقيمها الأصيلة، والسعي إلى استبدالها بثقافة مستوردة مثل ثقافة العنف والكراهية، وافتعال صراعات داخلية تحت شعارات هدامة، مما يجعل المحافظة على هويتنا العربية هي المصد الأولى والطريق السليم لقوتنا وصلابة أمننا واستقرار مجتمعنا. فهويتنا العربية أيها الأخوة تجسد الإحساس الكلي القوي من خلال الارتباط بقواسمنا المشتركة المرتكزة على اللغة والدين والتراث والثقافة، فالهوية العربية لا تعبر عن نفسها ضمن حدود زمانية ومكانية، بل هي إطار جمعي عروبي يقوم على مفهوم الانتماء العربي، لأن الانتماء هو التأصيل الحقيقي للهوية وعصب وجودها والتوصيف العام للهوية العربية، هي أن تكون أطروحتها أمننا الاجتماعي. بالتالي لا بد من وضع الآليات المناسبة والسبل الكفيلة للنهوض بالهوية العربية وأن لا تكون رهينة للظروف، بل لا بد من فتح المجال للتشجيع على تقديم المبادرات والبرامج التي يمكن أن تتبناها أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب من أجل تعزيز الهوية العربية وتقويتها باعتبارها رمز حضارتنا والدالة على قوة ومتانة دولنا واستقرار أمننا المشترك.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إن قوة التعاون والتنسيق الأمني فيما بيننا لا تترك مجالاً لظهور أي جماعات أو كيانات تحاول أن تجد لها مكاناً ودوراً فوضوياً يزعزع الاستقرار وفق أجندات وأيديولوجيات خارجية. وهذا ما يدفعنا للتركيز على وقف أي نزيف أمني عربي أولاً، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفاعلة لمحاربة كافة أشكال الدعم للجماعات الخارجة عن القانون من خلال توحيد وتضافر الجهود لمواجهتها حفاظاً على الأمن والاستقرار. وفي الختام أتمنى لأعمال هذا المجلس التوفيق والنجاح والخروج بنتائج تساهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ القيم ودعم الأمن العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد بحث أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومشاريع القرارات المقترحة بشأنها، ومن بينها مشروع خطة أمنية عربية 11 ومشروع خطة إعلامية عربية 9 للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع خطة مرحلية 8 للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.